كارثة. للمرة الأولى السعودية تاجر في الحشيش، بل وتزرعه في أراضيها. هكذا تحولت السعودية من أكبر دولة إسلامية إلى أكبر مهرب للمخدرات في المنطقة العربية. هذه الكارثة أعلنتها الحكومة السعودية بنفسها وفي بيان رسمي أيضاً، بعدما ألقت القبض على أكبر منظمة لتهريب الممنوعات داخل السعودية. لكن الصدمة الكبرى جاءت في اعترافات المتهمين، لأنهم قالوا أن هناك مسؤول حكومي كبير ساعدهم في تجارتهم. وهكذا أصبح الكل يتعجب، هل يعقل أن تقوم الدولة المحتضنة للإسلام بتجارة الممنوعات؟ ولكي نجيب على هذا السؤال لا بد أن نذكر ما حدث. ففي صباح هذا اليوم أعلنت الصفحة الرسمية للأمن العام في السعودية إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مختلفة، وكانوا يهربون المخدرات من داخل البلاد. لكن الشرطة لم تكن تعلم أنهم منظمة سرية يعملون لصالح مسؤول حكومي كبير، لأنها قبضت عليهم في أماكن متفرقة هذا الصباح. وأول أعضاء المنظمة قبض عليهم في منطقة زهران في جنوب السعودية، وهم 7 إثيوبيين كانوا يحاولون تهريب 76 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، واعتبرتها السلطات حالة فردية. لكن بعد 3 ساعات فقط عثرت الحكومة السعودية على 3 مواطنين سعوديين معهم 5 كيلوغرامات من المخدرات، واعتبروها أيضاً حالة فردية لا علاقة لهم بالإثيوبيين. لكن بعد التحقيقات وكشف المعمل الجنائي ظهرت الكارثة الحقيقية، لأن المخدرات التي عثرت عليها الشرطة في مناطق متفرقة كانت من نوع واحد. وهكذا علمت السلطات السعودية أنهم أمام تنظيم واحد يروج للمخدرات داخل البلاد. لكن الحكومة لم تعلن عن الخبر حتى قبضت على مواطن آخر يحمل نفس نوع المخدرات، وكان معه أيضاً الإنفيتامين وأقراص طبية مخدرة غير صالحة للتداول. وهنا قررت الحكومة نشر نصف الحقيقة فقط، بعدما أصدرت وكالة الأنباء السعودية واس أخبار إلقاء القبض على حالات فردية من أشخاص متعدد الجنسية يتاجرون في الحشيش وبدون إعلان أي صلة بينهم. لكن الحقيقة لا بد أن يكتشفها الناس يوماً ما، وهذا كان أقرب مما نتوقع بكثير. فبعد 4 ساعات فقط ألقت الحكومة القبض على مزور باكستاني يبيع أساور حج وهمية وتأشيرات سفر مزورة وعقود منازل وهمية. وقد تسألون ما هي علاقته بالمخدرات؟ هذا ما كشفته التحقيقات، لأنهم وجدوا في منزله نفس نوع المخدرات التي وجدوها مع الإثيوبيين والسعوديين. وبعدها تعرف عليهم وقال أنهم من أعضاء العصابة. وهكذا نقف أمام سؤال واحد، كيف يعقل أن يقوم مجموعة من الأجانب الفقراء بزراعة مخدرات داخل السعودية، بل وبيعها أيضاً بمساعدة أحد المسؤولين داخل الحكومة؟ وهذا ما اعترفوا به أيضاً، لكنهم جميعاً رفضوا ذكر اسم من يدعمهم، أو بالمعنى الأصح رئيس العصابة. وبعد سماع السعوديين لهذه الأخبار، على فورهم ألفوا قصة كاملة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي عرضت لكم أحداثها. لكن الحكومة رفضت أن تقول ذلك أو حتى توضح للصحافة سر الصلة الغريبة بين مهرب المخدرات الذين قبض عليهم هذا الصباح. هكذا لا نجد إلا سؤالاً واحداً فقط، هل حقاً تقوم حكومة السعودية بزراعة وبيع المخدرات على أرض الله الحرام؟ هذا سؤال نتركه إليكم لتجيبوا عليه في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.